ما زلنا متواصلين معاكم مشاهدينا، مثل ما قلنا لكم في كل حلقة عندنا موضوع، وكان موضوعنا اليوم عن رياضة اليوغا. وبما أن موضوعنا عن رياضة اليوغا راح تكون معنا الشيخة علي الجابر العلي الصباح، صاحبة دار أتمة لتعليم اليوغا. مساء عليك بالخير. أهلين، هلا مرحبا، شلونكم؟ هلا فيك، مشكورين على هالاستضافة الحلوة. الله يسلمك يا رب، نمسي عليك بالخير أكيد وبالورد، ومنورتنا برنامج شباب قالوا وجودكم. الله يسلمك. للأمانة يعني احنا يمكن تناقشنا موضوع جدا جميل اللي هو رياضة يمكن اليوغا، والواحد يعاني في كثير من الضغوطات النفسية اللي تمر عليه، سواء مشاكل أو قلق نفسي. وأنا وزميلي بدر قاعد ندردش، فقال لي بدر أكيد ضيفتنا راح تفيدنا أكثر وأكثر يمكن من رياضة اليوغا وشنو فوائدها بالحياة. أول شيء سمعتكم المقدمة جدا حلوة، مشكورين. الله يسلمك. هي رياضة بس هي علم حلو، وعلم عريق وعميق، ويعني تاريخها من آلاف السنين. صحيح. فإذا قلنا رياضة نستهين فيه شوية، وهو أكثر من هالشيء. صحيح. ولا وايد جوانب ولا فروع كثيرة. ممتاز. إنزين، وهو صح يساعد على الحالة النفسية ويساعد على الجسد، بس هو يعني مو كل واحد بس مريض نفسي يروح يسوي يوغا، كلنا نسوي يوغا يعني. كلنا حتى الانسان اللي مرتاح حلو يدور شيء يعني فيه يمكن يحس انه يطور من نفسه، يطور من ذاته. عدل. يعني لا نفكر انه بس اللي عنده مشكله يروح يسوي يوغا. واليوغا مو بس قاعدين متربعين مغمضين عيوننا ونتنفس، في اشياء كثيره، امور يعني وايد لها قواعد، خلينا نقول اساس ومهارات، مو اي واحد يقدر يطبقها بشكل ممكن يكون يخطئ فيها. يعني هو اولا الواحد لازم يكون عنده مدرب، مدرس مختص. ممتاز. زين، عشان يمارس هالرياضه. زين، خلينا نرجع الى شنو اليوغا. أوكي. اليوغا تحتوي على 8 فروع. زين، هو اذا نرد على تاريخ اليوغا، اليوغا تتضمن 8 فروع. أول شيء الواحد لازم يعرف شلون يتعامل بالمجتمع. ممتاز. إنزين، ما يسرق، ما يكذب، هذا نوع من اليوغا، هذا أول خطوة. أول خطوة بالهند، يعني أولاً هي جذورها قبل 5000-6000 سنة بما يسمى الهند الحين حالياً، هو أول ما كان اسمه الهند. هناك يقولون قبل ما نعلم الإنسان أو الشخص شلون يسوي التمارين الوضعيات الجسدية، لازم أول شيء يعرف شلون يتعامل بالمجتمع. نعم. يكون كفو يعني. أخلاق. يعني إنزين. وبعدين ثاني شيء لازم يسلم أمره حق ربه. حلو. إنزين. حق الله يعني. هل هي كانت شيخة شيء رباني يعني، كان مثل الرهبان وكذي. إحنا عندنا يعني مدرسين لما قعدت قلت لهم بطلع التلفزيون قالوا لي لازم توضحين هالشيء إنه هو مو ضد الإسلام. حلو. لأن صدق وايد صاير في يعني ناس تتكلم إنه لا هذا شيء بوذي ولا هذا يعني شيء هندوسي. لا، اليوغا شيء عملي. حلو. علم الواحد يطبقه بحياته. يعني هو وايد منسجم مع الإسلام، يعني حتى لما أنا أقعد أقول الحمد لله. الحمد لله أن الله رزقني هالفرصة ويعني منحني أن أنا أتعلم يوغا. بعدين أعتقد أنه مرتبط بالنية، يعني هو يمكن نيته اللي على حسب في الديانة، المستخدم في الديانات نيته شنو. الحين الموضوع وايد بس أن المستخدم بنيتك، يعني أنت مثلا اليوغا قاعد تسوينها بنية الرياضة اللي هي بنية الانتفاع. أنا أسوي اليوغا للنية. سوري ما قعطيك أخوي بدر. أنا أمارس اليوغا لأن أفكك العقد بالجسد. ممتاز. حلو. وهذه تصفي الذهن. ولما يكون في صفاء ذهن يكون في صفاء نية. أكيد. وصفاء قلب، ومنو ما يدور راحة البال وراحة أيوة والله أكيد. احنا ندور يعني منو ما يدور هالشيء، صعة الصدر. زين، احنا الحين بالمجتمع ان نشوف اليوغا صايرة رياضة. ممتاز. صح فعلا. هي رياضة، احنا لما تكون عندنا بدار أتمة نقعد نسوي لكم رياضة جسدية. حلو. زين، وعندنا أنواع مختلفة، عندنا وايد انواع من اليوغا، كل مدرس مختص فيها. حلو. يعني احنا قاعد نشوف ويانا شيخ الحركات اللي موجوده ويانا وصور جميله تعبر عن اليوغا، فيعني ويانا هالصوره هذه تمثل شنو الصوره؟ لا هذا الحين احنا لان عندنا مثلا باليوغا هذه ريستوراتيف. زين، عندنا طوفه فيها حبال. هالحبال نستخدمها عشان نسوي وايد وضعيات، مثلا الهات ستاند اللي شفتي. أيوه. ولدي سالم الله يحفظه فوق متشلب يعني فوق تحت. فوق تحت. اي هذا يريح العمود الفقري. يريح العمود الفقري. اي وايد ناس عندهم ديسكيونه نحطهم بهالوضعيه. ليش؟ مثلا المساء لما شفتوا اللي بالحبل مره ثانيه وقاعد يجره. اي مهدي ندوم مدرب مميز عندنا ما شاء الله، يعني يتنفس ويعيش اليوغا.
هو يجر عشان يفك العضلات مالت الظهر اللور باك يعني. حلو. ممتاز. انزين فهذا وهذه الصوره اللي وياها. هذه مثل ما قلت لك العمود الفقري يصير عليه وايد ضغط، احنا طول الوقت واقفين، طول الوقت قاعدين. يعني معناته طلعنا احنا من الروتين بين احنا نشوف اليوغا متربع وقاعد وبس. هذا اللي بعدين حركه واحده. ايه هذا اللي يعني بعدين واحدة من الناس اللي متعوده عليه في مجتمعنا. نعم. يقولك والله اليوغا وهو قاعد وبس، تلاقينا متامل بحركه واحده ما يتحرك. هذا تذكر اذا نرجع لاول الحديث ان ايه؟ احنا خطوات. صح. مو قلت لك اول شيء المجتمع ان الواحد مثلا صادق مع نفسه ومع المجتمع. ثالث خطوه الاسنه اللي قاعد نشوفها اللي هي الوضعيات الجسديه. انزين ان شلون الواحد. رابع خطوه ايه هي التنفس، هذه اعلى من ان انا اوقف على راسي. شلون تتنفسين؟ ممتاز. هذا علم بروحه، هذا يبي له سنين على ما واحد يتقنه. حلو. يعني خلينا نقول الواحد يبي يكتسب هالمهاره هذه ويتعلم رياضه اليوغا، هل هي صعبه؟ ما في شيء صعب. اي الطفل البيبي لما ينولد يركض؟ لا شوي شوي فعلا اكيد. خلينا نقول يعني اول شيء يكون على بطنه. أي. وبعدين يقعد وبعدين يحبي وبعدين يمشي. بعدين ليش احنا كل شيء نبيها بسرعه؟ نعم فعلا. يعني شيء عجيب هالحقبه من الزمن صراحه. كل شيء نبيه بسرعه. يعني الحين عالم السرعه ويعني خذوا اذا طالت المسافه يقول شوي اليوغا طويله وانا لا ابي شيء سهل. لا ماكو شيء طويل. ما نقول يبي له صبر وعزيمه، هذا اهم شيء. الواحد انا دائما اقول لهم جربوا صف وبعدين قرروا. حلو. وكل الناس اللي يجربون صف يطلعون يقولون حسيت بالراحه، ما ادري شنو هو، ما ادري شنو اللي حسيت فيه بس ابي بعد من هالشيء. لان مثل ما قلتي احنا الحين بسرعه كل شيء فوري. اي والله فعلا كل شيء. يعني السمين يبي يضعف بسرعه وقلت والله يا ليال الصيف يبي اسرع ريزولت يطلع فيه انه يضعف. صح. ونفس الشيء الضعيف يبي يصعد بسرعه ويمتن بسرعه. فنفس الموضوع هذا بس يمكن مثل ما تكلمنا وياك في ما يخص اليوغا قلتي انه هو التامل وغيره، يمكن اللي قاعد يساعد اكثر في المركز عندكم الجو العام في المركز، خصوصا يا ريت تكلمينا عن يعني تاهيلكم للمركز هذا، وين مكانه، شلون شكله، هل هناك يعني شيء مؤهل كامل او انه هو معهد صغير مركز صغير؟ هو الحين حاليا يعني ما اقول كبير، هو معهد صغير بس الحمد لله الله سخر لنا وسهل لي يعني ما شاء الله. كل شيء صار وكلنا مدرسين نعشق اليوغا وشفنا الفرق بحياتنا يعني تنفسنا وبجسدنا وبراحة البال، فودنا نفيد غيرنا. صح. يعني ليش هني؟ هني عشان نفيد بعض. أكيد. فعشان كذي قلنا خلنا منح الفرصة إن نفتح أبوابنا حق الكل. يجون ويشوفون ويجربون وكل واحد يتيله فوائد اليوغا. حلو. يمكن انا لو دشيت هالمركز هذا وحبيت اني اتعلم بالفعل. الله يسلمك يا رب. بالعكس لنا شرف والله ان نتدرب. الواحد يرخي عضلاته ويرتاح نفسيا وجسديا. بالفوائد الجسمانيه خلينا نقول اللي تعود على الانسان نفسها، شنو اهم الفوائد اللي المرونة يستفيد منها؟ حلو. يقولون لك كل ما الانسان يكبر كل ما تقل المرونه عنده. خشونة. فكل يتسكر بزياده. صح. فليش؟ لان حتى لاحظ ان الناس تكبر يصير عندهم الاشياء فكرهم. صح. يصير نفس الشيء يتخشب يعني ما يفكرون خارج اي فالمرونه. زين معناته شنو؟ معناته يعني الشباب. حلو. ومنو ما يبي يظل شباب طول حياته؟ فعشان كذي تعطيك تمنح لك المرونه. حلو. القوه الجسديه. وبعدين هذا شيء وايد ناس يقولونه بس العقل السليم في الجسد السليم. أيه. وهذا دليل ذلك. يعني انت اذا جسمك يعورك وانت تعانين شلون بتفكرين بطريقه صحيحه؟ اكيد راح تقعدين تفكرين بالالم. فعلا. صح. إيه؟ فالواحد ينقل الجسد عشان. صح. يقدر يفكر بوضوح. زين لو جينا نتكلم اكثر عن اليوغا، اليوم انا بمارس اليوغا ومو بمركز، خلنا نقول انا يعني شيء شخصي ابي امارس اليوغا، هل هناك اماكن مخصصه اني انا اسوي فيها اليوغا وامارس فيها اليوغا او في اي مكان في اي وقت في اي زمان؟ ما شاء الله الحين بالكويت وايد مراكز يوغا طالعه وقاعد تطلع. حلو. والله يتمم ان شاء الله ويزيد ويبارك لان هذا شيء يفرح القلب. نعم. ويعني اهني كل اخواني اللي قاعد يفتحون مراكز وقاعدين ينمون نفسهم ويروحون يدرسون شلون يصيرون مدربين يوغا. احنا عندنا بالمركز نجيب مدرسين من الهند عشان يجون يدربون ناس يصيرون مدربين يوغا. نعم. اوكي. ونوفر بعد وركشوبس يعني ونوفر دورات عشان حق اللي مدرسين قاعد يعلمون بعد. احنا نعلم، انا هذا الفكره يعني احنا اللي تعليم اليوغا
مو فقط انه تعالوا سووا يوغا وطلعوا، هذا الشيء الحلو شيء يظل معاكم. في ناس يعني ما تعلم يقول لك والله انا استفيد وانا اللي اعلم عشان اخلي الناس بس تحتاجني تي عندي ما اعلم، بس شيء حلو ان عندكم بالمركز لازم. قاعد ايضا تاهلون الناس وتعلمون طبعا لازم يعني صحيح. هذه من روح اليوغا بعد صح شيء حلو. حلو الواحد حتى يكون يمكن عنده ثقافه من هالنوع، لان في البعض يسمع عن اليوغا بس مو عارف اليوغا شنو، او وده انه يطبق بس مو يمكن مختص بموضوع اليوغا. فحلو الواحد انه من خلال هالمركز هذا، وانا اتمنى من الكل اللي بالفعل حاب انه يجرب ويستفيد اكيد، وراح تفيدك جسمانيا وبدنيا ونفسيا انه يدش ويجرب يمكن رياضه اليوغا اللي هي علم اكيد يعني جميل، ونقدر نستفيد منه بوايد شغلات. قبل أدش اليوغا وقبل لا إني أمارس اليوغا، أكيد في بعض الطرق اللي يسمونها يمكن تحمي الرياضة هذه يعني تسخين، فشنو أهم الطرق اللي أنا ممكن أسخن فيها نفسي قبل الرياضة؟ أولاً كل صف عندنا إحنا بدار أتمة يحتوي على إحماء يعني حق قبل أي شيء زين، وباليوغا نسميهم breathing exercises إن هي تمارين تنفس لأنها تسجم التنفس مع الحركة. حلو انزين، انا شلون انمي ذكائي عدل ان انا اعرف شلون اتنفس مع الحركه بنفس الوقت. هو سهل اي يعني كل من يتنفس، لا مو كل من يتنفس، كل يتنفس بسرعه ما حد ياخذ نفس عدل يعني ما حد عشان كذي اول ما نبتدي بتمارين تنفس وتمارين احماء قبل هذا، بس هذه بارت اوف يوغا يعني هذا جزء لا يجزأ من اليوغا. هذه الطريقه الصحيحه يمكن مثل ما قلتي التنفس احنا اللي نعرفه التنفس العادي اللي قاعد نعيشه بحياتنا، مثل ما قلتي هو بطريقه خاطئه لان قاعد نتنفس بسرعه. زين الطريقه الصحيحه ذي حق التنفس هل هو صعب ان الواحد ينظمه؟ هو صعب اي واحد يبتدي شيء جديد ويطلع خارج العادات السيئه اللي هو مكونها بحياته. حلو. يعني احنا كلنا متعودين على شيء بس هذا اللي متعودين عليه ومرتاحين مالنا خلق، بس لا يعني انه هذا الشيء صحيح، مو معناته انه هذا الشيء. فعشان كذي مثل اي شيء جديد نخطي لابد من الممارسه. أكيد طبعا احنا قاعد نشوف يعني بعد تمارين على الهواء اعتقد هذا بالمركز عندكم. اي نعم. حلو ممتاز. هذا مهدي ندوم وهو ما شاء الله يعني شاب كويتي. حلو. هو اللي قاعد يعني يضحك علي شاب كويتي 55 بس يعني كبرته شوي بس ما يخالف. اي بس عاشق اليوغا يتنفس يوغا ما شاء الله عليه. عندكم ميكس التعليم؟ عندنا كلاس، عندنا صفوف للنساء فقط وعندنا صفوف مختلطه يعني الرجال والنساء. النساء زين شلون شايفين الاقبال عندكم؟ والله الريايل اكثر من الحريم. الفئات العمريه؟ جميع الفئات كلها. إيه؟ زين الوقت بالكلاس الواحد ايش كثر؟ يعتمد عاده ساعه الى ساعه ونص. ساعه الى ساعه ونص. إيه؟ ساعه الى ساعه ونص. طبعا هذا مو جزء من التامل، هذا شيء ثاني. لا 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 يوغا. اليوغا هي الحركات التمارين ساعه الى ساعه ونص مرونه. حلو. تامه. اي بس نبتدي بخمس دقائق اللي التحميه اي وتنفس، وبعدين اخر 10 دقائق 15 دقائق هم بعد راحه. ليش؟ لأن شلون نستفيد من الطاقة اللي وردناها بالصف؟ أي بالراحة. حلو إذا نوظفها بالراحة. أبي يمكن قبل أني أدش وأتعلم اليوغا، هل المفروض أني أتعلم علم اليوغا قبل أني أمارس خلينا نقول رياضة اليوغا ولا عادي؟ ما أول شيء لازم مدرس. حلو. زين. كدراسة. يعرف شنو قاعد يسوي. ممتاز. مو بس كذي متعلم من اليوتيوب. زين لازم يعرف شنو قاعد يسوي. حلو. زين لأن شلون بتأمنين يعني بتأمنين صحتك بيده؟ لابد انه مدرس فهمان مختص بالموضوع. يعني ما نشوف احد فيكم مشاهدينا باكر يحط ريله على السلم ولا مكوكس متعود. اي والله الموضوع يبي له مدرس وخبره. حلو اذا يعني تنصحينهم يعني نبي منك كلمه توجهينها للشباب الهاوي اللي حاب وللبنات بعد دام انه ما في اقبال كثير من البنات، نتمنى هم البنات لان اكثر يمكن تحس بالضغط النفسي احنا البنات، فشنو تعطينهم نصايح وتوجهينهم لرياضه اليوغا؟ الحين حاليا هو رياضه اليوغا او علم اليوغا هو حق البنات وحق الشباب حاليا يركز على الذات. زين هذا اللي داخل اللي انا وابي ابي ابي وما ادري شنو، زين هذا يخف يصير فيه يخلق سعه زين ويخلق راحه بال وبنفس الوقت يضعف.
أهم شيء ضعف لا والله صدق يضعف، لأن أنا قاعد أتكلم عن تجربتي يعني. ما شاء الله حلو. يضعف ويزيد القوة، إنزين. وكل الناس اللي تسوي يوغا تلاقينهم عندهم رزة، يعني وقفتهم أرجون ثقة. حلو. هذا كله أشياء جميلة، من اللي ما يسعى لها يعني. أكيد. زي حق بعض الناس كم كيلو تطيح اليوم في الشهر. وبعدين أنا لازم أقول إن إحنا عايشين الحين حقبة من الزمن الناس تركز أكثر على المظهر من الجوهر. أيوة ما يبي هو يبي أهم شيء اللبس والجسم وهذا. إيه فيا ريتهم شوية يستثمرون باللي داخل أكثر من اللي إيه، لأن هذا اللي دايم يعني من الداخل، اللي برا كل شيء فاني يعني غير وجه الله سبحانه يعني. فالواحد لازم دائما ينمي ذاته. أكيد أكيد هذا الشيء يكون بداخله وفائدة ترجع أيضا بالفائدة، مثل ما قلت فهي تمرينات تجيب المرونة للجسم. شفنا الصور مع السادة المشاهدين شلون كانت المرونة بالظهر مع مدرب مختص يعني في الأمر هذا. يعني مو مع أي أحد، تروحون يوتيوب تعلمون ما نبي، تبي تعلمون تعالوا عند المركز أتمو وتعلمون ان شاء الله شيء اللي يسركم. لكن انا قبل اختم معك انا ودي اتكلم عن بعض الرياضات اللي هي تخص نفس موضوعنا اللي هو بس فيها تامل اكثر، في التاي تشي والزين. صح. وينها من المركز عندكم؟ هل تقدمون هذه الرياضه او لا؟ هذه كلها علوم شرقيه، انزين. وكلهم العلوم الشرقيه يركزون اكثر على يعني ان الواحد يهدي وشويه يصير عنده وعي وادراك، زين. مو بسرعه 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 يلا 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 هادين. انا شفت لهم يمكن بعض الفيديوهات، هي رياضه نفس الكونفو، بعض التمارين. صح. اللي هي مالت الكونفو، ريلاكس وهادي. بمركز دار أتمة ونوفر بعد علاج بالطاقه اللي هو ريكي. هو مكان للتعافي خلينا نقول، زين. نوفر بعد علاج بالفن، ان اي شيء ينمي الذات. حلو. اي شيء يطور الذات. ونسوي شيء يشابه لأسمكي نادي اللي هو حركات بطيئة مثل التاي تشي، إنزين. واللي هي again مع التنفس والحركة. حلو. والوعي. أهم شيء الوعي الوعي الوعي. لأن ما نبي يعني مهمين. إيه لأن ما نبي الحياة تصير كلها ردود أفعال. صح. أكيد بالطبع، دائما الواحد لازم خلينا نقول قبل يتصرف أو يمكن يدش بموضوع معين يكون إنسان عنده اتزان بالحياة. فأكيد أنا شوقتني أكثر والمشاهدين تشوقوا أكثر إنه يعرفون إنستغرام المركز، اللي حاب إنه يدش ويستفسر أكيد ويشوف يمكن الشروط اللي عندكم. فأكيد لكم إنستغرام خاص. نعم. دارة ما أندرسكور كي دبليو. حلو. هذه طبعا رسالة حق كل من نقول يبي يستفيد ويتأمل قبل لا يضعف. نحط هذه 60 خط. هو راح يضعف يمكن قبل ما يعني كله مع بعض. بس أهم شيء تسوي دايت وروح إن شاء الله مركز دار أتمة وأخذ منهم التمارين المناسبة فيما يخص اليوغا وهذه الرياضة الجميلة اللي فيها تأمل كثير. أنا أشوف وايد ناس أعرفهم شيخة يقعد بنص الغرفة ويتربع وقاعد ساكت شيء، فلما أقول له إيش قاعد تسوي بروحه شايف يوتيوب يقول انا مسوي يوغا. يوغا صح هذا تامل بعد، هذا علم ثاني بعد. لا هو صح بارت اوف فعلا الواحد انه يحس بالاسترخاء اكيد ومن ضغط يمكن الحياه يمارس هالعلم الجميل اللي يقدر يمكن وخصوصا اللي راح يطبقه بحياته راح يحس باختلاف كبير. هل من كلمه اخيره شيخه توجهينها من خلال برنامج شباب قالوا فعل للشباب؟ مشكورين، جزاكم الله ألف خير. وصراحة أنا جدا فخورة بشبابنا. الله يسلمك. جدا جدا فخورة يعني، دائما لما أشوفهم حتى اللي يجونا عندنا شباب يجونا وشيء يفرح القلب إن الشباب بهل يعني واعين واعين وعارفين شنو اللي يبونه وقاعد يسعون له وقاعد يطورون بهالديرة. بهالديرة الخير يعني الكويت حبيبتنا، فشيء يفرح القلب. وسلامتكم يعطيك الف عافيه طبعا. وشكر لك الشيخه علي جابر العلي صباح على وجودها الجميل والاجمل برنامج شباب قالوا فعل، وانت وقالوا فعل للامانه. الله يسلمك. ونقول الكويت تستاهل وعسى الله يوفق عيالنا يا رب ونشوفهم دائما في اعلى القمم ومن انطلاقه جميله يمكن ومن الاسترخاء والرياضه الجميله والاجمل الى انطلاقه اخرى مع ضيفنا، ولكن من بعد هالفاصل.